فين بقى الورقة؟ فين؟ حطيتها فين؟ الورقة المهمة اللي أنا أصلا نازل عشان أخلصها النهاردة كنت هنساها، كنت حاططها بس فوق هنا كده تحت كتاب عشان ما تتنيش. كنت هنسى أخد القلم، هيحتاجه عشان يمضي. امبارح بالليل بعد ما نزلت الفيديو حصلت مفاجأة غير متوقعة خالص. كل ترتيبي كان ان انا مستني بس الويك اند اللي احنا فيه ده يخلص ويوم الاثنين يجي بداية الاسبوع وبكتب البريد يفتح علشان ابعت الورقة اللي مطلوبة مني ديت لريمون زميلي في ولاية كوينزلاند يمضيها لي ويرجعها لي تاني، ولكن مكالمة تليفون واحدة غيرت كل حاجة. اكتر حاجه ما بحبهاش في الجراج بتاع السكن الجديد ده العربيه يعني رشقه في البتاع ده. اول يوم جيت ركنت هنا حكيتها كده حكه خفيف في البتاع ده، مفيش اي مساحه يعني، وانا بتحرك اهو مفيش، انا بحس ان انا بعافر عشان بس احشر نفسي عشان اعرف اصلا افتح بس باب العربيه. من الاسباب اللي خلتني اخترت ريمون صاحبي ان هو يخدمني في الموضوع دوت كان ان هو اولا يعرفني بقاله سنه، وكمان هو مهندس مقيد في النقابه برتبه معينه كده. بعد ما خلصت كل حاجه اكتشفت او افتكرت مديري، قلت يمكن مديري يخدمني في الموضوع دوت، هو استرالي بقاله هنا 12 سنه. وفعلا كلمته وسالته اذا كان ممكن يعمل الموضوع دوت ويمديه على الاستماره، قال لي للاسف انا مش مقيد في النقابه ولكن يعرف حد ممكن يخدمني في الموضوع ده، وانا رايح اقابل الحد ده دلوقتي. انا وصلت المكان اللي انا هقابله فيه، هو واصل متاخر كالعاده. تمت المهمه بنجاح، مضالي في الورقه اللي هو بيشهد ان انا فلان الفلاني، وكمان مضالي على الظهر بتاع الصوره، فكده احنا في الامان يعني. طبعا انتوا كده خلاص فاكرين ان انا كده جاهز خلاص ان انا اروح النهارده واقدم على الجنسيه، ولكن لا لسه للاسف في حاجه تانية اكتشفتها امبارح بالصدفه هتخلي التقديم دوت يتاخر لبكره. ما كلمت ريمون صاحبي امبارح عشان اقول له يعني متشكرين يا معلم، خلاص انا الحمد لله لقيت حد يعني، كلمت مديري وهو يعرف حد هروح له ان شاء الله بكره، وسالته ساعتها هل في اي حاجه تانية انا مسقطها، يعني هل في حاجه تانية مطلوبه انا ما اعرفهاش عشان اخلص يعني من القصه دي. قال لي انت ترجمة اخبارها ايه؟ قلت له ترجمه ايه؟ انا اوريدي كنت مترجم كل الورق اللي انا هحتاجه هنا، يعني انا كنت ترجمه في مصر اصلا قبل ما اجي، ايه المشكله؟ هل هبعته هو؟ قال لي لا يا باشا، قال لي لازم كل الورق اللي انت ترجمته يترجم تاني هنا بقى في استراليا من مركز معتمد. فدخلت انا امبارح بالليل دورت على حد كده موجود هنا يعني وبعت لها، ومفروض ان هي بقى هترجم الورق وهتبعته لي بكره اللي هو يوم الاثنين الساعه 9 الصبح. فللاسف التقديم هيتاخر لحد بكره. المترجمه لسه بعت لي حالا رساله بتقول لي خلاص الورق خلص يعني بص عليه، وانا فعلا بصيت وكله تمام كده، فاضل بس حاجه اخيره. انا رايح اوفيس ووركس علشان اعمل سكان لاخر حاجه بقى انا ما كنتش عملت لها سكان خالص زمان، الفورم اللي هي ال 1195 دي اللي الراجل كان ملاها لي، وكمان اعمل سكان لصورتي والظهر بتاعها اللي هو مضالي عليه. ورك ده زي اكبر مكتبه كده موجوده هنا في استراليا كلها، بتشتري كل حاجه انت عايزها، باقلام، مساطر، كشاكيل، كل حاجه،
كمان بيعملوا طباعة وسكان وبتاع، بيعملوا لنا زي كارت كده. الكارت ده انت بتشتريه ببلاش وبتشحنه، وكل مرة بتبقى عايز تستخدمه بتيجي انت تسكان الباركود، بتخلص اللي انت عايزه وبس كده. تمت المهمة بنجاح، وجه وقت بقى التقديم على الجنسية. كده انا ورقي كله جاهز واقدر اقدم دلوقتي على الجنسية الاسترالية. كبير الموضوع، فعلا كبير. بيسألوا في كل تفصيلة كل حاجة عني وعن أهلي، بس الحمد لله خلصت. هم كاتبين ان 90% تقريبا من الابليكيشنز من الناس اللي بتقدم على الجنسية بتاخد الجنسية بعد تقريبا 30 شهر من وقت تقديمها، يعني حوالي سنتين ونص من دلوقتي. ولكن انا قدمت على الهجرة في 2017، قدمت بالظبط في سبتمبر 2017. ساعتها هم كانوا كاتبين على الموقع ان انت هتجيلك الفيزا النهائية يعني بتاعت الهجرة بعد 11 شهر من وقت تقديمك، ولكن انا في الحالة بتاعتي جات لي الفيزا في يناير 2018 بعد بالظبط 4 شهور بس، بالرغم ان هم كانوا كاتبين على الموقع ان هي هتجيلك بعد 11 شهر، فمش دايما المواعيد بتبقى صح. والنهارده انا قدمت، خلينا نشوف. النهارده 21 فبراير 2022، النهارده انا بقدم رسميا على الجنسية الاسترالية. المفروض المرحلة الجاية هيبقوا يحاولوا يتواصلوا معايا علشان اعمل الامتحان بتاع الجنسية، بعد كده هيبقى السيريموني، فمش عارف الصراحة امتى، يعني خلينا نشوف الموضوع هياخد قد ايه، بس اكيد ان شاء الله يعني هيجي اليوم اللي هيحاولوا يتواصلوا معايا فيه عشان اروح استلم الجنسية الاسترالية.